لا يخفى عليك هذا الموضوع في واحد المجموعه ديال القوانين اللي تاثروا، كاين القانون المتعلق بالمقاليع، كاين القانون المتعلق بالماء، كاين المتعلق بدراسه التاثير على البيئه. لكن في هذا السؤال بالضبط الملف خص يتودع لدى وكاله الحوض المائي، واللي بطبيعه الحال تيكون فيه دفتر تحملات، تيكون واحد المجموعه ديال المعطيات تتعلق بطبيعه وكميه المواد المزمع استخراجها، ثم كذلك دراسه التاثير على البيئه الى غير ذلك. وعاده وهذا هو اللي جاري به العمل، كاينه لجنه جهويه خاصه بمهمه فحص دراسه التاثير على البيئه، لان السؤال تمحور على هذه القضيه هذه. وانا ادعو الساده النواب الساده المنتخبين انه هذه المواضيع ديال دراسه البيئه ني تكون موضوعه انهم يعبروا على الاراء ديالهم، لانه في نهايه المطاف القرار يتخذ على هذا المستوى. قضية المقالع والأهمية ديال الاقتصاد لا نقاش فيها، قد تكون لها تأثيرات سلبية على البيئة ما في ذلك شك، ولكن راه المعول عليه في هذه اللجان الجهوية اللي خاص الأمور بطبيعة الحال تأخذ المجرى ديالها الطبيعي والصحيح. السيد الرئيس.